جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. اليوم صليت وطلبت من ربي إنه يحقق لي آخر أمنية وخلص، أنا ما عاد رح أطلب أي شيء تاني بحياتي. بس شوف كل هالأمور منيحة وهذا بكفيني، شو بدي شيء تاني غير هيك؟ ماما، 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 ماما اسمعي، ماما، أنا جبت هذا الزيت مشان بابا، جبته من الدكتور اللي بالسوق، أنتي بتعرفي، بابا كتير بيرتاح له. ماما بتتذكري وقت كنا صغار لما كنا نمرض، بابا كان بالعادة ياخدنا على هذا الدكتور بالذات، لازم أعطي أدويته. ماما الدكتور عطاني هذا الزيت من شانه. سيمي، الدكتور عطاه وصفة أدوية خصوصي، مالنا محتاجين لأي شي تاني. ماما لا تحكي هيك، ماما الدكتور قال إذا عملنا له مساج بهذا الزيت رح يصح مع الوقت، وقال إنه رح تقوى إيد بابا. ماما بترجاكي خليني أعمل له مساج مشان مصلحة بابا، بترجاكي. خليه هون. ماما إذا في عندك مشاغل روحي اعمليهم، وأنا رح أعمل مساج لبابا. ما في داعي لهذا الشيء. كنتوا لعمي موجودة هون سيمي، ما في داعي تعملي مشاكل بقعدتك بالبيت. ماما ليكي سيمي، رجاءً تركي البيت، ما في داعي تعكرينا بمشاكلك.